واش الدراري هانيين بخير، كلشي مزيان، كنتمنى انكم تكونوا كاملين على خير وبخير وفي صحه جيده. صراحه هذا العام كان الحضور ديال الجماهير بشكل قوي، اللهم بارك. صراحه كانوا في المستوى كاع لي جروب اللي كانوا ممنوعينش من الجماهير، حيت كاينين شي فرق اللي برا كانوا ممنوعين من الجماهير، اللي ما كانوش ممنوعين صراحه بدعوا ورجعوا رجعه قويه من بعد الشحن ديال كورونا. يعني لي جون كاع تشحنوا وتلهفوا على داك الاجواء، من رجعوا كانت رجعه قويه صراحة، كانوا في المستوى. وفي هذا الفيديو كيف ما شفتوا في العنوان وفي المينياتور، غادي ندوي لكم على احسن تيفويات دازوا في هذه الدورة، غندوي لكم على احسن تيفويات دازوا في هذا الموسم. صراحة الابداع وداك الشيء الخوت، داك الشيء يا سلام. المهم الخوت، جبت لكم 10 ديال لي طوب ديال التيفويات اللي جاو من مور الكونفيرمون. يعني هذا العام صراحة كانوا الجماهير في المستوى، يعني ما عندي ما نقول. وغادي نبدا لكم الخوت، نجيبو نروح على السيلو، وتحيه لكاع الجماهير المغربيه. ندخلو في الفيديو. وقبل ما ندخلو في الفيديو الخوت، بالرجوله الا كنتي تتفرج في اليوتيوب خلي لي واحد الابوني تماك، ولا كنتي كتفرج في فيسبوك ما تنساش دوز عندي اليوتيوب. نبداو الفيديو باول جمهور اللي هو جمهور المغرب الفاسي، اللي رفع واحد التيفو مؤخرا اللي فريمون واحد التيفو اللي انترناسيونال، داكشي واعر قمه الابداع. انتم غادي تشوفوه معنا، اللي كان لاعب ضد الرجاء البيضاوي اللي كانوا ممنوعين من الجمهور وممنوعين من الديبلاس لعدة اسباب. كانوا بعض الرجاويين حاضرين معنا في التيران، مرحبا بهم الخوت. كيف ما شفتوا راه بزاف اللي غادي يكون وصلكم ديال التصاور ديال المخلطين جماهير الرجاء مع جماهير المغرب الفاسي. وكان واحد صراحه كان واحد الاجواء اللي فريمون رياضيه وروح رياضيه لكلا الفريقين، يعني رحبنا بهم. وانا طلعت معايا جوج ديال الرجاويين جاو عندي من كازابلانكا، تقدروا تكونوا شفتوا الفيديو ولا تقدروا ما تكونوش شفتوه. المهم غنخلي لكم الليان يا اما في اول كومونتير في صندوق الوصف، دخلوا تفرجوا الخوت، غيعجبكم الفيديو فريمون. داكشي ناضي ناضي بزاف، واحد الرجاويين منين مشيت تلاقيتهم حتى للتيران حتى تسالا الماتش وشوف حالهم. فريمون فيديو في قمه الروعه وقمه الحضاره. ندخلوا في الفيديو الخوت باش ما نطول عليكم بزاف، نشوفوا جمهور فاتال تيغرز. خوت داكشي اللهم بارك، رجال المدينه ما قالوا رجال المدينه، حتى فريمون رجال المدينه يستاهلوا الخوت، يستاهلوا اكثر. وداك الماتش صراحه ماتش اللي فريمون حضور جماهيري قوي، ولحد الان ثلاثه ديال الفرق المغربيه اللي قدروا يملؤوا التيرانات ديالهم. كندوي على التيرانات الكبرى ما كندويش على التيرانات الصغرى، اللي قدروا يملؤوا التيرانات ديالهم على الكامل، اللي هما فريق المغرب الفاسي وفريق الوداد الرياضي والرجاء البيضاوي. هادو هما الثلاثه اللي صراحه اللي نقدر نقول لكم انهم يقدروا يعمروا التيران اللفان ديالو. وكاينين صراحه اللي شي جماهير اللي غير محرومين من التيرانات، وكاينين شي فرق اللي ما عندهمش قاعده جماهيريه. المهم الخوت هادو هما الجماهير اللي فريمون تحياتي ليهم الخوت، وعندهم جماهير قويه قويه بزاف. المهم نشوفوا الفيديو الثاني ديال الوداد ضد الفتح الرباطي، الفيديو اللي احتفلت به الوداد بصداره الترتيب ودات البطوله ديال هذا العام بصحتهم، ويستاهلوا صراحه الخوت ولعبوا عليها وجابوها كيف ما تنقولوا. المهم الخوت تحياتي ليهم، نشوفوا الفيديو ديالهم. وهذا الماتش راه كانوا خسروا فيه، ولكن ما عندهمش غرض شي يخسروا ولا ما يربح، ما عندهمش غرض يعني واخا خسروا ولا ربحوا، يعني البطوله تسالات وتحسمات ليهم. كيفما شفتوا الخوت، جمهور الوداد اللي هو الوينرز صراحة بدعوا في هذا الماتش ودورو التيفون اللي كان داير في نص التيران كامل من الجهة ديال المنصة والجهة ديال البولوز والفيراج، داكشي صراحة روعة. وشنقول لكم الخوت، الوداد دائما تبدع ودائما كنشوفو منها وكنتسناو منها، يعني دائما الأفضل. كيفما شفتوا راه دائما كتعطي شي نيفو اللي هارب. وتحياتي لهم الخوت صراحة، جمهور يستاهل الاحترام ويستاهل كل التقدير، وصراحة جمهور حضاري بزاف. ما علينا الخوت، كيف ما شفتوا هذا هو التيفو. ما بغيتش بعدا اول حاجة ما بغيتش نهضر لكم الخوت على المضامين ديال التيفو، ما بغيتش نقرا لكم ان شنو كاين في التيفو ولا نشرح لكم، حيت نقدر نقول لكم شي معلومات اللي يكونوا غالطين، ونقدر نقول لكم شي معلومات اللي يكونوا غالطين، وهادشي اللي ما بغيناش نوقع فيه.
حيت الا بغيتي تسمع الصحيح خصك تسمع من الاعضاء ديال الالتراس، وداكشي صعيب باش انك توصل لاعضاء الالتراس واحد واحد، باش غادي يعطيوك المضامين ديال التيفويات ولا بحال هكا. من الاحسن اننا نشوفوا غير الجماليه ونخليو المضامين في الجنب. صراحه من الناحيه ديال الجماليه كيف ما تشوفوا تيفو غير كتابه كيف ما تشوفوا راه صعيب، كيف ما دير داك غير داك الخط الكحل كيف ما تشوفوا كاين الكتابه في الوسط مدوي على حرف اس، على حرف اس كيف ما تشوفوا في الوسط الاسم مكتوبه بالكحل، وكاين مع الجانب ديالها كاين بالبيض، والجانب التالي اللي هو بالكحل حتى هو. صراحه حسن نخدموا في هاد التيفو، ونقدر نقول لك واقيلا ربما عطاو الجهد ديالهم كامل وختموا بها الخوت الدوره، وفرحوا صراحه ونشطوا بانهم داو البطوله ويستاهلوا كيف ما تنقول لكم. نشوفوا التيفو الثالث ديال حسنيه اكادير، تيفو 3 دي ناضي داكشي الخوت نشوفوه كاملين. اوي 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 صراحة التراس امازيغن دائما تبدع، صراحة تيعجبني داكشي ديالهم، وعندي بزاف ديال صحابي اللي ولاد اكادير صراحة يستاهلوا، ودراري ناضين في الديبلاسمون التالي ديال المغرب الفاسي. حسنية اكادير صراحة كنت باغي نمشي، ولكن الخوت ما كتبش الخوت مرة واحدة أخرى، حيت فريمون داك الناس تيرحبوا بالوراني بزاف، وعندنا واحد العلاقة حنا وياهم اللي واحد العلاقة متلاحمة بعضياتنا. والله يعز برجال الخوت، وراه تقدروا تكونوا شفتوا شي فيديوهات ديال الجمهور المغربي الفاسي اللي كان حاضر تماك، يعني كيدور بحال اللي راه كيدور في مدينته، وهادشي صراحة تيشرف البطولة المغربية وتيشرف كلا الجماهير، وكيبينوا على الحضارة اللي عندهم. نشوفوا الخوت الجمهور الرابع اللي هو تيفو الرجاء البيضاوي، تيفو اللي كان ماضي اللي رفعتو التراس ايجلز اللي فريمون الدراري كاينين. نشوفوا الخوت، وبلا ما نهضر على المضامين ديال تيفو انا عاوتاني قلتها لكم كاتبين كتابه، انا نحاول نهضر على الجماليه ديال تيفو اللي فريمون واحد تيفو اللي ناضي ناضي. كيفما شفتو الخوت التيفو ديال التراس ايجلز اللي فريمون تا هو ناضي ناضي، من احسن التيفويات اللي دازو في هذا العام. وتقدروا تشوفوا الخوت في هذا الفيديو شي تيفويات ديال الفراقي ولا ديال التراس اللي تيتعاودوا بحال دابا نقدر ندير جوج ديال تيفويات الفريق واحد، ولكن الخوت صراحه يستاهلوا، وراهم ما بين العشره الاولى، يعني الخوت جبت غير طوب طوب ديال اللي تيفو. ولو كنت نسيت شي وحدين الخوت اسمحوا لي نقدر لكم، انا هذا غير رايي الشخصي، عزلت 10 ديال اللي تيفو اللي فريمون عجبوني وقنعوني وصراحه يستاهلوا وكانوا في المستوى. نشوفوا الجمهور الخامس اللي هو جمهور المغرب الفاسي، وصراحه هذا ماشي مجامله، انا كندير هذا الفيديو كيف ما تشوفوا تنديروا بالتوني ديال المغرب، وكنهضر بانحيازيه انا ها انتما ها هو التوني غير محطوط في الجناب، ها انتما المغرب الرياضي الفاسي مصاوي، ولكن كندوي بانحيازيه. وتحياتي لكاع الجماهير المغربيه وكاملهم خوتنا. وبالمناسبه نقول لكم الخوت ما تنساوش اللي مازال ما دخلش يصوت، راه حطيت لكم واحد البوست في الفيسبوك، ها هي الشين ديالي وهذا هو البوست، قلت لكم الخوت حيت العام الجاي ان شاء الله غادي نبدا نحضر مع الجماهير اللي غيكونوا من غير ديال المغرب الفاسي، غادي نحضر معاهم ونقول لكم التغطيه ديال المباريات اللي فريمون صراحه واحد الكونسيبت اللي بقى واحد الاقبال. درس منه الجزء الاول اللي هو حضرت مع الوداد والاهلي، اللي ما شافش الفيديو غيلقاه في الديسكريبسيون، ولا يدخل لشينا الخوت شين لي هادي زكريا ديكو، ادخلوا الخوت وغتلقاو الفيديو تمايا وتفرجوا فرجه ممتعه. وداك الشيء ناضي ناضي بزاف، درت جبون شي ثلاثه ديال الفيديوهات ولا اربعه في كازا، وكاملهم من الاوائل ديال الفيديوهات اللي عندي في الشين. المهم الخوت نشوفوا تيفو ديال المغرب الفاسي. Thank you.
مشوا الخوص جوج تيفويات في ماتش واحد للفريق المغربي الفاسي بقيادة التراس فاتال تيجرز. المباراة كانت ضد الوداد الرياضي، صراحة فريمون تيفو ناضي ناضي، ما بين أحسن تيفويات اللي دازو في هذا الموسم. تيفو ما ندويش على الكتابة حيت راني قلت لكم ما بغيتش نشرح المضامين ديال اللي تيفو. ندوي على اللاعب اللي تهز، اللي هو اللاعب جيجي جيزا، اللي كان كيلعب مع الماس، وللأسف جات واحد الإصابة في رجله اللي خلاته أنه ينعزل كرة القدم في مرة ما يعاودش يلعب. للأسف صراحة خبر مؤسف للجماهير المغربي الفاسي، وكتكريما له ودائما وكل مرة كيكرموا حس فريمو عطى بزاف الماس، وجاو أندية اللي كبار وما بغاش يمشي عندهم. وكنقول لكم هذا الشيء الخوص، وكنا لاعبين في الدوزيام سيري وما بغاش يمشي، فضل أنه يبقى مع المغرب الفاسي. وتجمهور المغرب الفاسي صراحة عاطيه قيمة، وكيحسبوا أنه ما كيحسبوش براني، ومقارنة مع اللاعب ديالو يعني صراحة دراري في المستوى، وللأسف فقدناه. دابا الخوت راه تيقرا على داكشي ديال باش يولي مدرب، نتمنوا من الله يحالفوا الحظ ومكرهش الخوت نشوفو كيدرب المغرب الفاسي يا ربي، وعلاش لا، نتمنوا من الله يوصل واحد الوقت ويلقاوه كيدرب المغرب الفاسي، حيت فريمون عنده واحد الحب للفريق اللي بزاف. الخوت اللي حتى مغربي ما غاديش يحبس، حتى لاعب مغربي ما غاديش تحس به انه كيبغي الفرقه بحال اللي كيبغي هذا الدريري هذا. وتحياتي للخوت، نتمنوا له من الله الشفاء العاجل. طبعا الخوت كيف ما راكم عارفين تصاب في الرجل ديالو، وإصابة في الرجل اللي كانت إصابة بالغة اللي خلاته يتوقف بعدة ماتشات. ما نقدرش نقول لك الوقت بالضبط شحال هو جالس، ولكن من رجع للتدريب القرص وأنه ما عندوش الثقة الكاملة في الرجل ديالو، بحكم أن داك الشيء وبحكم أن داك الصعوبة اللي داز عليه وداك التمار على الخوص، ما كتبقاش عندك داك الثقة الكاملة في الرجل ديالك أنك باش تضرب بقوة ولا تدير شي مراقبة اللي خطر، لأنك تبقى تفكر في داك التهريسة. ونتمنوا له الخوت مسيره موفقه في الحياه ديالو، وعلاش لا الخوت نشوفوه كيدرب فريق المغرب الفاسي. نشوفوا الفيديو الجاي، فريق الرجاء البيضاوي ضد الدفاع الحسني الجديدي، تيفو ديال الجرين بوز. نشوفوا الخوت تيفو ديال الجرين بوز كامل. مشوا الخوت تيفو ديال الرجاء البيضاوي بقيادة جرين بوز وإيجلز، تيفو كان ديال جرين بوز اللي صراحة في المستوى، ولحد الآن في هذا الموسم اللي كانوا جوج ديال الفريقين اللي كيهزو تيفو على شكل لوغو ديال الإلتراز ديالهم، الفاتال تيجرز والجرين بوز، يعني المغرب الفاسي والرجاء البيضاوي. المغرب الفاسي هزات السبع في تيفو، وكذلك كيف مشوا الخوت في هذا الفيديو اللي عتشوفو عاد دابا، الجرين بوز كذلك هزات النصر. صراحة تتشوف اللي كتشوف واحد النيفو اللي ولا هارب بزاف عند الجماهير المغربية. وكيف ما شفتو الخوت، ما تقولوش انني سبقت المغرب الفاسي وسبقت شي فراقي على يعني انهم حسن، انا ما عطيتش الترتيب في هذا الفيديو، داكشي غير عشوائي، ترتيب عشوائي، فهمتوا، ترتيب عشوائي الخوت، وهادو كاملين احسن اللي تيفو بالنسبة ليا في هذا العام. نشوف الخوت تيفو جاي ديال حسنيه اكادير ضد الرجاء البيضاوي. لحد الان الخوص كيف ما تنشوفوا غير هاد الفرق هادو، المغرب الفاسي الوداد وحسنيه اكادير. تا حسنيه اكادير اللهم بارك ملوك الطروادي. كيف مشوا الخوص تيفو ديال حسنية أكادير بقيادة إمازيغن كان في المستوى صراحة، تيفو اللي طروا الدي، وصراحة داك الناس واخا لاعبين على الطيوح مازال كتشوف منهم الإبداع، عكس بعض الفرق المغربية اللي كتلقاهم أنهم كيتسابقوا على البطولة، ولكن للأسف ما عندوش بحال الجماهير اللي عند شي فرق اللي فرق بدون لاعبين. كيف ما شفتوا مؤخرا كانت حسنية أكادير كانت مهددة بسقوط القسم الثاني، ولكن الحمد لله الخوت صدار كاس الامور في اخر المطاف، والحمد لله باقيه معنا في بروميان سيري. كيف ما شفتو الخوت تيفو اللي ناضي ناضي بزاف
وريسبكت لهاد الناس اللي فريمون خدامين على راسهم، تيحاولوا انهم يزيدوا هما بالفرقه الا بغاو اللعابه ما يزيدوش بالفرقه القدام، كيحاولوا هما يزيدوا يبينوا الفرقه في الواجهه. وراه ملي تتبدا على الجماهير راه فريمون تطلع في الطوندونس، وكل شيء تيبغي يشوف داك الفيديو وكل شيء. وحتى اللي ما كانش كيعرف حسن ياس اكادير واخا راه غنيه عن التعريف، ولكن حتى الا ما كانش كيعرفها تيولي تيعرفها. كاين شي واحد اللي ما كندويلكمش بحال في المغرب، كندويلكم في بلدان واحد اخرين ما تيكونش يعرفها، ولكن ملي كيشوف الابداع بالسيف عليه تيدخل يقلب عليها بحكم داك الشيء الماضي اللي شاف. نشوفوا فيديو اخر ديال الوداد ضد باير اتلتيكو انغولو. مشوا الخوت تيفو ديال الوداد البيضاوي بقيادة التراس وينرز لي فريمون في الوحيد دابا انا مرضاتني في التصوير لي فريمون تيفو اللي ناضي ناضي بزاف. شوفوا الخوت الخط العربي اللي لحد الان في هذا الموسم اللي كانت غير المغرب الفاسي والوداد البيضاوي اللي كيكتبوا بالخط العربي، صراحة انهم تزيدوا باللغة العربية القدام واخا راه زايده للقدام اصلا، يعني ما غتس اللغه العربيه ما غتسناش فريق باش يزيد بها القدام، ولكن بما انهم هم مغاربه خصهم يزيدوا باللغه ديالهم ويزيدوا يعني يفتخروا بالاصول ديالهم وباللغه ديالهم باش يهضروا. صحيح صور الخوت لهاد الناس اللي فريمون في هذا العام غزاو القاره يعني قولا وفعلا غزاوها، داو البطوله داو كاس افريقيا، راه لاعبين على كاس العرش لحد الان، راه مازالين غاديين مزيان، مازال لهم ماتش مع بركان يعني الى داو الكاس كاملين راه فريمون غزات القاره قولا وفعلا. ريسبكت لهاد الناس الخوت اللي فريمون الله يعمر راس العا ناس في المستوى. نشوفوا فيديو اخر ديال اولمبيك اسفي ملوك طروادي ضد المغرب الفاسي في مدينه فاس. لحد الان اكثر التراس رفعات التيفويات ديال الطروات دي خارج الميدان ديالها. ريسبكت لهاد الناس الخوت، وانهم يعني واخا معاناة السفر وبزاف ديال البلاناص الخوت تي دي بلاصي المدينة واحدة اخرى بحكم كاين البعد، وصراحة انا الخوت هاد الدراري تاهما اللهم بارك خدامين على راسهم ومسوقين شلاطرة ديال بناتهم باش يعجبوني، خدامين على راسهم. بصح الفرقة مؤخرا شفتها ولات غادية مزيان، وخا داك الاول ما تداركاتش، ولكن مؤخرا ولات غاديه مزيان وربح مور ربح. ونتمنوا لهم الله الخوت نشوفوهم في المقدمه ديال الترتيب، علاش لا نشوفوا الخوت الفيديو كامل ديال التراس شاك فاميلي. كيفاش شتو الخوت تيفو اللي فريمون في المستوى اللي كاينين شي فرق اللي في الميدان ديالهم ما يهزلكش بحال هاد تيفو، تيفو طروات دي جوج تيفويات صراحة في المستوى. ما بغيتش نهضر على المضامين ديال التيفويات حيت راه واخا غتبحث وغتبحث كثر ما غاتكونش عارف بحال الأعضاء ديال الجروب، وتقدر تجيب شي خبار اللي يكون غلط، من الأحسن ما تدويش. كيفاش شتو الخوت القرصان ما عرفتش هذاك بالضبط شكون اللي حداه من فوق مصر قراصنة صراحة ناضي ناضي هاد الدراري، عرفتي شنو هي باش ديبلاسي من مدينتك لمدينة واحدة أخرى وتهز تيفو في مدينة واحدة أخرى خصك تكون سميتك شراك فاميلي. الناس ديال أسفي، ناس ديال الحوت اللي فريمون ناضيين ناضيين بزاف، تحياتي لهاد الناس اللي جاو للمدينة، جاو لعندنا تفرجوا بحكم أنا فاسي راكم عارفين، جاو لعندنا وخلاو المدينة كيلقاوها بدون تخريب بدون تكسير اي كرسي يعني بدون اي شغب. ريسبكت لهاد الناس، تحياتي ليهم كاملين فريمون، تيشرفوا البطوله المغربيه. وما كرهناش الخوت
كاع لي زيل طراس يبقاو يعني يخدموا على راسهم بحال هكا، ولكن للاسف كاينين قليل وقليل بزاف اللي خدامين على راسهم، كاينين اللي غير كيحلبوا من الفريق كما راكم عارفين. المهم نشوفوا اخر فريق، يعني اخر جمهور او اخر التراس او اخر تيفو، اللي هو تيفو الوداد البيضاوي والاهلي المصري. تيفو عزاز الوداد النهار اللي داز فيه كاس ديال عصبه ابطال افريقيا. صراحه الركراكي راه جمع لنا كل شيء، جمع الحصيصه ديال المغرب كامله، راه كؤوس كاملهم داهم. وصراحه يستاهلوا من ناحيه الجماهير ومن ناحيه ديال اللعابه، خدامين على راسهم الخوت وكل شيء تيعرف شنو عليه وشنو خصو يدير. وبالمناسبه شنو نقول لكم الخوت، هذا الفيديو انا كنت حاضر فيه، هو الفيديو اللي حضرت فيه وسط جمهور الوداد البيضاوي او الوداد الرياضي، اللي فريمون رحبوا بيا واحد الترحيب اللي ما نقدرش نقول لكم، ما نقدرش نوصفه صراحه بزاف. واكثر حاجه وقعت لي اللي شرفات جمهور الوداد، اللي فرحتني انا اصلا وفرحت كاع الوداديين، وواحد الشهاده اللي شهدت لهم انا بعدا بها. المهم شوفوا دخلوا تشوفوا الفيديو، نخليكم في صندوق الوصف او في اول كومنتير طاح لي بزطام الخوت في وسط من الجمهور، ولكن ردوا لي. دخلوا شوفوا الفيديو الخوت وغادي تفهموا كل شيء علاش كندوي. شوفوا الخوت الفيديو كامل ونعطيكم الرياكشن ديالي عليه واخا كنت حاضر. اي 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 تيف صراحة اللي غطى نص ديال التيران فرماجا والبولوز، اللي فريمون ناضي ناضي بزاف وفيها الخدمة، وصعيب انك باش تزيفو بحال هذا. فريمون ناضي ناضي طروا دي، راكم عارفين داكشي في المستوى، يسالوا الخوت كثرت من هكا. تحياتي لهاد الناس، نعاود نقولها لكم تحياتي ليهم وفريمون يستاهل. انا كنت حاضر، انا كنت في التالي، انا كنت هاز خنشا كنت هاز ميكا صفرا، انا كنت في التالي. ها نتوما انا نخليها لكم هنايا، كنت هاز تيفو، راني هزيت معاهم تيفو، درت فيديو ما درتش جيفو ما درتش فيديو انني هاز تيفو، راكم عارفين قوانين الالتراس. المهم درت فيديو في وسط التيران كيف ما شفتو، انا كنت في حرف الجي. المهم الخوت وصلنا للتالي ديال الفيديو، هادو كانوا 10 ديال لي تيفو اللي دازو في البطوله، اللي فريمون ناضيين ناضيين بزاف بزاف، وكاينين الخوت تما اكثر، ولكن هذا رايي الشخصي. هادو هما الخوت اللي عجبوني، اللي فريمون دراري في المستوى وتيفويز في المستوى، اللي فيهم تعابير اللي تعبروا على بزاف، ما بغيتش انا ندخل في المضامين ديال لي تيفو. المهم الخوت وصلنا للتالي ديال الفيديو، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الخوت الا كنتي وصلتي لهاد اللقطه، ما تنساوش تخلي لواحد الابوني للدعم، يعني نوصل الشين غير 10 كا. وتحياتي لكم الخوت، ونتشرفوا فيديو جديد، تحياتي لكم.